متتبعين قناة أم ملك. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الطبق هو مغربي وتقليدي أصيل، كنت يتقدم في المناسبات هذا شحال. هو دجاج مخضر بالسفرجل المعسل. فتبعوا معايا المراحل وطريقة التقديم. بالنسبة للمقادير الخاصة لهذه الوصفة اليوم، كنحتاجوا الكمية من الدجاج على حسب أفراد الأسرة ديالنا، جوج بصلات مشلضين. إذا كما كتلاحظوا هذه الكمية الدجاج غادي نستعملها جوج بصلات مشلضين، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه سكينجبير، شويه ديال الزعفران وشويه ديال الملح. فكما تتعرفوا انا مثلا ندير الدجاج في المجمد حتى تيكون ديجا مشلول، شويه ديال المعدنوس ونص كاس ديال الزيت مخلطه ما بين الروميه والبلديه. وده بالنسبه للدجاج. بالنسبه للسفرجل كنحتاجوا الكميه من السفرجل، كنحتاجوا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده او يد القرفه، وراس معلقه ديال القرفه مطحونه، وراس معلقه ديال السمن. اذا نمروا للمرحله المواد. كنوضعوا الدجاج ديالنا في الاناء اللي غادي نطيبوه فيه، كنزيدو عليه ديك شويه ديال العطريه، كنزيدو عليه المعدنوس والزيت، وكنردو حتى يتشحر. مجرد ما كيبدا يتشحر كنضيفو عليه ديك الكميه ديال البصله. اذا الدجاج ديالنا هو بدا يتشحر، غادي ناخدو ديك البصله ديالنا وغادي نزيدوها عليه. غادي نخلطوها مزيان، غادي ندخل مع الشرنقه ديالنا. كنغطيه بالماء الكافي باش يطيب مزيان. نخليه حتى يطيب وغادي نمرو بالسفرجل. غادي نمرو بطريقه تحضير السفرجل. اذا كناخدو الكميه ديال السفرجل اللي عندنا، كنتقبوها بالموس بهذه الطريقه من الوسط، وكنردوها تتسلق مع شي شويه ديال الملح والماء. كنغطيوها بالماء الكافي، كندير له واحد شويه ديال الماء، وكنردوه يتسلق عادي حتى تيتسلق، وتنبدلو له الماء وكنضيفو له باقي العناصر. الفرجل ديالنا تيتسلق وتنطلو على الدجاج. ها هو كتشوفو بدا تيغلي، غادي نغطيو عليه بالعافيه ونخليه يطيب على نار مهيئة. ديالنا بعد ما طاب زولت من المرقة، درت عليه شويه ديال الزبده وغادي ندخلو للفران يتحمر. الفرجل ديالنا ها هو سلقناه وصفيناه. دابا غادي نمرو العمليه ديال التعسال ديالو. بالنسبه للتعسال غادي ناخذ واحد المقدار جوج مغرفات نتاع المرقه نتاع داك الدجاج اللي طيبنا، غادي نديروها في الاناء اللي غادي نعسل فيه السفرجل. غادي ندفع عليها باقي المقادير، ديك المعيوق داك شويه د السمن، ديك راس المعلقه د القرفه والسكر مع داك العويله د القرفه. نبقى نحركهم حتى يتمزجوا بيناتهم، وغادي ندير فيهم داك السفرجل ديالنا. نخليهم حتى يذوب سنيده وتبدا تتعسل، وغادي نزيد عليها داك السفرجل. كما تلاحظوا معايا، بمجرد ما كتغلي داك السكر مع داك المريقه كنديرو فيها السفرجل. تلاحظو تيبدا اللون ديالو تيتغير بالفعل بالقرفة. كنغطيو عليه وكنديرو تنقللو العافية حتى تنشف مزيان. وبالنسبة للمرقة ديال الدجاج كنخليوها معدية، كنبقاو نحركو فيها حتى تنشف على القياس اللي كيعجبنا، وكنقدمو الطبق ديالنا بالصحة والعافية. الطبق ديالنا اليوم هو صار جاهز. نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم وتجربوه وتردو عليا الخبر، وما تنساوش الانخراط في القناة باش توصلو بكل ما هو جديد. وإلى طبق آخر إن شاء الله.